السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعد حال. التثدي عند الرجال عرفنا قبل كده بان هو كبر حجم الثدي عند الرجال. قد يكون تثدي حقيقي، يعني فعلا عنده غدد لبنية، غدد ثديية زي بالظبط صدر المرء، وممكن يكون بس ظاهري نتيجة تخزين الدهنيات في منطقة الصدر. ده هنا شكل الصدر الطبيعي عند الرجل زي ما انتم شايفين كده، ما بيبقاش متضخم وبيبقى هذا شكله مسطح بهذا الشكل. وده بيبقى مكون من ايه؟ لو بصينا للتشريح بتاعه هنلاقي الطبقة السطحية اللي برة دي عبارة عن طبقة دهون، ولكنها في الحدود الايه المقبولة الطبيعية، والطبقة اللي تحتيها هي طبقة الايه العضلة بتاعت الصدر اللي هي لونها احمر دي، وده طبعا العظام اللي هو القفص الصدري اللي تحت طبقة عضلة الصدر. فاللي بيحصل ايه بقى لما واحد يجي عنده تضخم في الثدي ده؟ يا اما يكون زي ما قلنا مرض او حالة غير طبيعية اسمها جاينيكوماستيا، او تكون مجرد زيادة في طبقة الدهون الخارجية. يعني عندك طبقة الدهون الخارجية ديت لو كبرت اللي يحصل طبقة الدهون الخارجية بتزيد بهذا الشكل، فبالتالي يكبر حجم الصدر بهذا الشكل ويظهر كأنه طبقة متضخمة، ويظهر كأنه تضخم في الثدي، وهو في الحقيقة مجرد ان هي دهون هي اللي زودت حجم الصدر بهذا الشكل، لكن مفيش غدد ثديية، مفيش غدد لبنية فيها، انما هو كله دهنيات. عند الناس التخان قوي وعند الناس اللي كبار السن طبعا، لان كبار السن بيبقى عندهم ميل الى تكون دهون اكتر من الشباب الصغير، فممكن يحصل عنده ترهل في الصدر بهذه الطريقه. وممكن اللي يتضخم بقى ايه غدد الصدر نفسها، غدد الثدي، الغدد اللبنية هي اللي تتضخم غدد الثدي نفسها، وتتكون ايه غدد ممكن زي صدر المرأة بالظبط، زي ثدي المرأة. فهنا تتضخم الثدي عند الرجل نتيجة تضخم الغدد الثديية هي اللي كبرت وتضخمت، فكبر عند الصدر عند الرجل واصبح عنده تسدد. في الحالتين سيان زيادة الدهون او نمو غدد فعليه، غدد ثدي فعليه، الثدي بيكبر ويتضخم ويبقى بهذه الصوره اللي انتم شايفينها. وفي هذه الحاله نقول الراجل اصبح عنده كبر او تضخم في حجم الثدي، او ما نسميه بالعربي تثدي، او بالانجليزي جاينيكوماستيا. ازاي نفرق التثدي الحقيقي من الدهون؟ في اختبار كده باليد بنعرف ده تثدي حقيقي ولا يعني في غدد لبنية في الصدر، ولا ده مجرد دهون زايدة. في التثدي الحقيقي لما بنجس أو نحس منطقة الحلمة نجد تحتها كتلة جامدة وبتتحرك تحت الجلد، أما الدهني فبتكونش فيه كتلة ومجرد ملمس أنسجة ناعمة نتيجة تراكم الدهون تحت الحلمة. زي ما احنا شايفين كده في الفيديو ده، بنمسك الحلمة ما بين صوابع اليد ونهزها او نحركها لفوق ولتحت، نلاقي في كتلة بتتحرك معاها، مش بس لكن لو دهني الجلد يتحرك من غير كتلة تحتيه. واللي ما عندوش بتبقى طبقة بسيطة من الدهنيات تحت حلمة الصدر زي ما انتوا شايفين هنا. طيب السبب في حوالين التثدي ده الحقيقي، طبعا الدهنيات ده سببه اهمال في نظام الحياة، بناكل اكل غير متوازن او كسولين، ما بنلعبش رياضة وما الى ذلك، بالاضافة طبعا ان في عنصر جيني، عنصر وراثي بيلعب برضو دور. لكن التثدي الحقيقي اللي هو وجود غدد لبنية في صدر الرجل سببه هو ان في عدم توازن ما بين هرمونين. الجسم اي انسان مرأة او رجل بيفرز نوعين من الهرمونات، هرمون الذكورة وهرمون الانوثة، الاثنين بيفرزوا في الراجل وفي الست، بس في الراجل هرمون الذكورة بتبقى نسبته عالية جدا مقارنة بهرمون الانوثة، العكس في الست، هرمون الذكورة اسمه تستوستيرون وهرمون الانوثة اسمه استروجين.
هرمون الذكورة هو المسؤول عن ظهور علامات الذكورة عند الرجل، كبر الجسم، العضلات، الشعر في الوش وفي الصدر، خشونة الصوت وما إلى ذلك. هرمون الأنوثة مسؤول عن الصفات الأنثوية في الستات. في الراجل لما تختل النسمة ما بين هرمون الذكورة والأنوثة، يعني هرمون الذكورة يقل شوية أو هرمون الأنوثة يزيد شوية، اختلت النسبة بينهم، كتر هرمون الأنوثة نسبيا بالنسبة لهرمون الذكورة، فبيحصل هذا الشيء اللي اسمه جاينيكو ماستيا أو التثدي في الرجال. طبعا ممكن تحصل علامات أخرى مش موضوعنا، احنا موضوعنا النهاردة هو التثدي نتيجة خلل في نسبة هرمون الذكورة إلى الأنوثة. في أسباب كتيرة بتؤدي إلى هذا الخلل، لكن هو الخط العريض هو خلل في هرمون، نسبة هرمون الذكورة إلى هرمون الأنوثة. فأسباب التثدي: خلل هرموني، الإستروجين بيساعد على نمو نسيج الثدي، والتستوستيرون العكس. فالخلل لما ينتج لصالح الاستروجين يعني بيزيد نسبيا مقارنة بالتستوستيرون، فإذا ينمو نسيج الصدر. تاني حاجة البدانة، البدانة بتؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الثدي، بالإضافة إن السمنة في حد ذاتها والبدانة في حد ذاتها بتزيد من مستوى هرمون الاستروجين. الأولاد حديث الولادة، تقريبا 90% من الصبيان اللي لسه مولدين بيبقى عندهم هذا التثدي وبيروح تلقائيا ومش محتاج اي اجراء. سن البلوغ او المراهقة عند الذكور، لان في خلل هرموني بيحصل وفي الغالب بيبقى في شوية ألم، وعادة بتنتهي هذه المسألة من تلقاء نفسها عندما تستقر نسب الهرمونات. كبار السن او الشيخوخة لسببين، لان في كبير السن او الشيخوخة في حاجتين بتحصل: ان التستوستيرون بينخفض، هرمون التستوستيرون بينخفض، وايضا ان بيتكون عنده قابلية اكتر لتكون الدهون، فالاتنين دول بيساعدوا على عملية التثدي. في هناك بقى اسباب اخرى نادرة اقل حدوثا، وهي اثر جانبية لبعض الادوية، تعاطي المخدرات والكحوليات، وبعض الأمراض زي الفشل الكلوي، أمراض الكبد، أمراض الخصيتين، ورم الخصية، وفي متلازمة اسمها إيه؟ كلاين فلتر سيندروم. ديت كل أسباب التثدي. التثدي قد يحدث بدرجات، ممكن درجة خفيفة أو زي في الصورة على الشمال، وممكن درجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة متقسمة حسب حجم الثدي، كل ما بيكبر بيبقى درجته اعلى. هنا بعض المعلومات عن التثدي في الرجال: 60% من الذكور عندهم درجة من درجات التثدي، يعني نسبة، يعني مش بس 10% ولا 20%، لا ده نسبة كبيرة قوي. وطبعا وجود هذا التثدي في كبار السن اكتر منه في صغار السن. وممكن التثدي يحصل في أي سن، يا إما بيحصل في سن الصغيرين عند البلوغ، أو بيحصل عند الكبار في سن الشيخوخة أو بعد ما الواحد يعدي 50-60 سنة. وبرضو ممكن يحصل التثدي في ثدي واحد في جانب واحد، وممكن يحصل في الثديين مع بعض، وممكن يكون الحجم في الثديين لما بيحصل في ثديين مختلف، مش زي بعض، واحد كبير وواحد صغير. شكرا لمشاهدة الفيديو، وما تنسوش الاعجاب به والاشتراك، وايضا تفعيل الاختيارات بالتشيك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات اول باول.